يا صباح الخير، اليوم جيناكم من مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان بمحافظة أبو عريش. راح نسوي لكم تقرير عن أصناف المانجو، ولأن جازان مشهورة بزراعة المانجو وتصدر لأغلب دول العالم، جيناكم اليوم إن شاء الله بهذا التقرير. وراح يرافقني إن شاء الله في هذا التقرير نائب مدير مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس محمد حكمي. ومنطقة جازان تشتهر بستين صنف تقريبا من أنواع المانجو، راح نعطيكم إن شاء الله فكرة عن الأنواع، خلوكم معنا. ومن أشهرها التومي، الهندي الخاص، الجيلين، وعدد كبير من الأصناف. هذا الصنف هو الصنف الهندي الخاص، وهو من أفضل الأصناف. وهذا الصنف هو صنف الجيلين، طبعا أيضا هو من أفضل الأنواع بمنطقة جازان. وهذا الصنف هو التومي، من أجود الأصناف. وهذه أكبر شجرة وأول شجرة زرعت في المركز وكانت عليها التجارب. صنفها الزبدة مصري، طبعا الشجرة لها 45 سنة تقريبا. في أنواع كثيرة وفي أصناف كثيرة على مد البصر، كل أشجار مانجو. وهذا الصنف هو كنجستون، من أفضل وأجود الأنواع أيضا، صنف استرالي. هذا الصنف صنف سنسيشن، صنف أمريكي ومن أجود الأنواع أيضا. ويبدأ إنتاج المانجو في منتصف مارس، والإنتاج الفعلي في أبريل ومايو. مرحب بكم متابعي جازان لايف، اليوم حنعطيكم فكرة عن المانجو في منطقة جازان، وحيث تم زراعة المانجو بمركز الأبحاث الزراعية عام 1981. ومن الأصناف التي تم إدخالها صنف الهندي من الهند، صنف السنسيشن والتومي والجيلين من فلوريدا أمريكا، وأثبتت مدى نجاحها. ومن ثم تم إدخال أصناف جديدة مثل المليكة والكيسر عام 2005. وصلت اليوم شهرة مانجو جازان إلى أغلب دول العالم، منها كندا، أسبانيا، إيطاليا. أعزائي المتابعين، خلصنا معكم اليوم تقرير عن مانجو جازان من مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان. أتمنى أنه قدمنا لكم شيء جميل في أمان الله.